وللقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مبارك بن أحمد. دكتور، بداية نرحب بك، وبرأيك دكتور كيف سيزيد هذا التعاون العسكري من قدرات مملكة البحرين وأيضا شقيقتها دولة الإمارات في مكافحة الإرهاب بشكل عام؟ نعم، في الواقع يعني إعلان مثل هذه التمارين والتدريبات المشتركة بين البلدين الشقيقين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة من شأنه أن يوضح للعالم مدى التعاون التكاتف والتحالف بين البلدين لمواجهة الأخطار، وخصوصا أن البلدين عانيا من مهددات بحكم ما يحكم هذه المنطقة من تهديدات إقليمية واستهداف لأمن واستقرار دول المنطقة، وبالتالي يأتي التنسيق بينهما على مختلف مستويات العمل العسكري والأمني والاستخباراتي، بما يوجه رسالة واضحة لكل من يحاول أن يتربص بأمن واستقرار البلدين. طبعا من دون شك هناك أيضا رسالة عميقة جدا تأتي في وقت تنفيذ هذا التدريب العسكري، وهو أن مملكة البحرين تستضيف الآن سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يزور مملكة البحرين بدعوة كريمة من جلالة الملك محمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ويجري تنفيذ هذا التدريب والتمرين العسكري المشترك الذي تشارك فيه مختلف الوحدات والجهات الأمنية والعسكرية خلال هذه الزيارة. هذا أيضا يعتبر رسالة واضحة جدا على مستوى التنسيق والتعاون بين البلدين. وأنا هذه طبعا ليست المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن مثل هذه التدريبات، هناك طبعا برامج مشتركة ومستمرة في التنسيق بين البلدين في هذا الجانب، وأعتقد أنه من المهم جدا دعم واستمرار مثل هذه العمليات والتدريبات المشتركة، لأنه في الواقع يوجه رسالة قوية جدا لكل من يتربص بأمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي وأمن واستقرار مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة. نعم، إذن الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مبارك بن أحمد، شكرا جزيلا لك.